احثكم ونفسي على طاعته واحذركم وبال عصيانه ومخالفة امره واستفتح بالذي هو خير فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. اما بعد فيا امة الحبيب الاعظم صلى الله عليه وسلم, مكة المكرمة ام القرى, قلب العالم الاسلامي وقطب رحاه, تشد اليها الرحال في هذه الايام من كل بقاع العالم, من اقصى الشرق الى اقصى الغرب, لينتظم الحجاج المسلمون في اروع مظاهرة عرفها العالم تسوق الامم سوقا الى البيت العتيق. انها مظاهرة لا تهتف بموت احد ولا بحياته, انما تهتف لله وحده, ملبية منيبة, ذاكرة شاكرة, لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك, لبيك حقا حقا تعبدا ورقا, لبيك ان العيش عيش الاخرة, لبيك وسعديك والخير كله بيديك. اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة وحرمة, وزد من شرفه وعظمه تشريفا وتعظيما ومهابة وحرمة, وحرم اجسادنا عن النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اننا ايها الاخوة لو نظرنا الى العالم الاسلامي في ساعة الصلاة بعيني طائر محلق في الفضاء, وقدر لنا ان نستوعب جميع انحائه بقطع النظر عن خطوط الطول والعرض, لرأينا دوائر عديدة من المتعبدين حول البيت العتيق, حول مركز الدائرة وقطب الارض. هذه البنية السوداء, هذه الغرفة المكعبة الشكل, هي اول بيت وضع للناس يتوجه اليها المصلون من افاق الارض الاربع خمس مرات كل يوم, ويتوجه اليها الحجاج المسلمون من كل فج عميق ليطوفوا حولها ويمشوا في ذلك الموكب الازلي الذي بدأ يسير من عهد ابراهيم خليل الرحمن على نبينا وعليه افضل الصلاة واتم التسليم, لن ينقطع ابدا. موكب الطهر, موكب الطواف الذي يسير في الحر وفي القر, يسير في السلم وفي الحرب, يسير في الليل وفي النهار على مر الايام وكر الليالي, موكب الطائفين, ذلك الموكب العظيم الذي بدأ يمشي منذ 5000 سنة وسيظل يمشي لن يتوقف ابدا, وسيقف كل موكب في الدنيا, سيقف كل جيش مهما بلغ في القوة والعتاد والعدة, سيقف كل موكب بشري مهما بلغ في العظمة والفخامة. اما موكب الطواف فلن يتوقف ابدا, سيظل يمشي ويمشي ما بقي الزمان ماشيا على طريق الابد, يمشي في وقدة الليل, في وقدة الحر المتلظية, في حر الصيف, ويمشي في قرة الشتاء, يمشي في رعد الضحى, ويمشي في هدأة السحر, يا
يمشي في الليل وفي النهار، يمشي في غمرة الحروب ويمشي في هناءة السلم، يمشي رغم النكبات والمصاعب والأهوال، يمشي ولن يوقفه شيء، لن توقفه معارك طاحنة، ولن توقفه حروب بارية، ولن توقفه أساطيل بحرية ولا جوية، ولن توقفه أسلحة الدمار الشامل، ولن توقفه مؤتمرات دولية ولا تحالفات عسكرية ولا اتفاقات باطلة كاذبة ولا مخططات تحاك حول الإسلام والمسلمين. يمشي رغم الفتن التي تلف الأمة الإسلامية، سيظل يمشي رغم تداعي الأمم علينا كما تداعى الأكلة إلى قصعتهم، سيظل يمشي متحديا كل الأحداث الجسام التي تجري في العالم من حولنا. سيظل يمشي حول الكعبة المشرفة، حول البيت العتيق الذي بورأ الله مكانه لإبراهيم خليل الرحمن على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم السلام. قال الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إخوة